جميع الجمعيات اللي قدام حضرتك، كل المجتمع المدني، وانا بقولها علنا، مصر لم تحظى في المجتمع المدني منذ عشرات السنين باللي احنا عايشين فيه. مفيش اسر ان شاء الله اولى بالرعايه اكثر احتياجا في اي حته هتكون مصر اللي هكون معاها، ايدينا في ايديها، قلبنا قلب واحد، عقل واحد. وانا بقولها ان في مصريين بيتبرعوا من كل دول العالم، مصر بخير واهل مصر بخير. احنا الحمد لله مشتركين في كل القوافل والمبادرات مع صندوق تحيا مصر لادائهم الرائع المؤسسي. اما المبادره دي احنا مشتركين ب 206 الف كرتونه لاهالينا الايتام وغير الايتام في جمهوريه مصر العربيه. صندوق تحيا مصر بيطلق اليوم بالتعاون مع شركاء الخير والتنميه من مؤسسات المجتمع المدني والبنوك ورجال الاعمال والمتبرعين قوافل ابواب الخير لرعايه مليون اسره في كافه محافظات الجمهوريه من خلال توفير مليون كرتونة مواد غذائية بالإضافة لعددا من الأغطية والمفروشات. النهاردة بسم الله بنبدأ إطلاق القوافل متوجهة لخمس محافظات: الجيزة والقاهرة وقنا والأقصر وأسوان. بنأكد أن مؤسسة حياة كريمة هتعزز على دورها الفترة القادمة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا في جميع محافظات الجمهورية. من خلال الجامعة احنا بنعمل مبادرات وبنعمل مشاريع وقوافل كبيرة جدا، وبنروح المحافظات عشان كل المتطوعين في مؤسسة لبلدنا أغلبيتهم من الطلاب، فبنستثمر أوقات زي أجازات نص السنة وبناخد ما يقرب من 200 طالب نسافر بيهم لمحافظات مصر مختلفة ونعمل مشاريع تنموية في المحافظات زي تدخيل المية، التعليم، الصحة، مساعدة الأيتام. إن العمل التطوعي ده لازم يبقى جزء لا يتجزأ من شخصية الطالب.